حياكم الله وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت القصيد. في حلقة هذا الأسبوع نذهب بكم إلى تجربة شعرية أصلها ثابت وفرعها في عمق الانتماء حاضر. ضيفة هذا الأسبوع هي شاعرة نشأ داخلها الوطن تماما مثل ما نشأت فيه، رسمت حدوده المفتوحة فضاء لا يضيق. والآن سنذهب وإياكم إلى ضيفتنا من المغرب، معنا عبر سكايب الشاعرة خديجة سعيدي. أهلا بكم أستاذة خديجة، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. شكرا أستاذ مصطفى، سعيدة جدا بالانضمام إلى باقة المبدعين في برنامجك الذي حمل دائما شعار الجودة، وأشكرك وأشكر قناة الرافدين وبلاد الرافدين العظيمة. شكرا لك لتشريفك لنا في هذه الحلقة. قبل القصائد دعيني أسألك سؤالا أستاذة خديجة، وأنت من المغرب، كيف يمكن للشعر أن يحافظ على منظومة القيم المجتمعية سواء في مجتمعك المغربي الذي تحبينه أو في مجتمعنا العربي بشكل عام؟ كيف نحافظ على منظومة القيم من خلال الشعر؟ تفضل. نعم، شكرا أستاذ مصطفى على هذا السؤال. وقبل أن أجيبك أود أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لحصولكم على جائزة قيمة جدا، وهي جائزة الدولة لأدب الطفل في دولة قطر. هذه الجائزة التي تشرف الشعر العربي وتشرف الشعر الفلسطيني وتشرفنا جميعا. شكرا لي وأهنئك بكل ما وسعني من عبارات التهنئة. شكرا لك أستاذة خديجة. تفضلي إلى منظومة القيم وكيف يمكن لنا أن نحافظ عليها من خلال القصيدة. نعم، بالنسبة للشعر أعتقد أن الوظيفة الأساسية للشعر هي نشط القيم. فمنذ أول كتاب ألف في الفن أو في فن الشعر، وأقصد هنا فن الشعر لأرسطو، قام بتعريف المأساة بأنها محاكاة فعل نبيل تام. نعم. يعني منظومة القيم حاضرة منذ أرسطو وعبر جميع العصور، عصور الشعر. واعتبرت أيضا في عصر أرسطو أن القيمة أو القيمة النبيلة هي سمة من سمات بطل التراجيديا. وإذا كان الشعر العربي قد انتقد لأن فيه أو لأنه يحتوي على أغراض مثل الفخر والهجاء، وهي التي تحول دون وصوله إلى القيم النبيلة التي عرفها العصر اليوناني، فإن فضائل الكرم والكرامة والحرية والمروءة والشجاعة والتسامح وغيرها من القيم النبيلة العليا ظلت حاضرة في الشعر على مختلف العصور. حتى في عصر ما قبل الإسلام أو ما اصطلح عليه بالشعر الجاهلي، فقد وصلنا شعر زاخر ومزدحم بالقيم النبيلة والقيم العليا. وقد أحيلكم هنا على الاختيارات المعروفة في الشعر، مثلا كاختيار أبي تمام الذي عرف باختيارات حماسة والتي قامت على قيم المرافي وإكرام الضيف والصفات الخلقية العليا. بالنسبة للشعر الحديث، إذا تحدثنا في الشعر الحديث وهو يعرف بأنه شعر رؤيوي، ولا يمكن أن نتحدث عن رؤية شعرية في خالية من القيم. كل رؤية شعرية لابد أن تكون زاخرة بالقيم. فنلاحظ بأن شعراء الحداثة قد لونوا أشعارهم بكل القيم النبيلة كالحرية والديمقراطية والعدالة والتضامن وغيرها من القيم الإنسانية التي أصبحت قيما كونية. شعراء الحداثة كالسياب ونادك الملائكة وصلاح الصبور وابن معطي حجازي أيضا، كلها تجارب مليئة أو مزدحمة بالقيم. وبالتالي فإن نعم النماذج كثيرة، والحديث هذا يتسع المجال من أجله، ونحن الآن كلنا شوق إلى أولى القصائد التي ستقرأينها الآن. أما عن الأسئلة وإجاباتك فيبدو أنك مستعدة بشكل قوي، وسنواصل فيما يتعلق بالأسئلة، لكن دعينا نبدأ هذا العدد الجميل من بيت القصيد بأولى قصائدك. ماذا ستقرأين علينا أستاذة خديجة؟ تفضلي. توسل
على أعتاب الوطن. تفضل. خذني إلى زمن تبلل بالندى، صدف المواجع رحلة نحو الردى. خذني إلى زمن تبلل بالندى، صدف المواجع رحلة نحو الردى. خذني لأمطر في المروج سعادة، وقف نضوج الدمع في طول المدى. هذا الغياب مفازة في رملها، كل الأماني بصمة ذهبت سدى. هذا الغياب مجددا، تفضلي. هذا الغياب مفازة في رملها، كل الأماني بصمة ذهبت سدى. خذني فعين الورد تبصر أنتي، والدمع أبكى الياسمين وأكمدا. أمضي ووجه الشمس يحضن حيرتي نحو القوافي، علها تروي الصدى. خذني لأفق العقل أومض فكرة تمضي بأسئلة الوجود إلى المدى. خذني لأرض القلب أزرع لهفة كي تستفيء بدوحتي حبا متفردا، هب لي سماء الحلم أركب غيمها، يسقي باب العمر حبا أوحدا. عبثا أدس الشمس في كف المنى وأهدهد الحلم الندي لتسعدا. عبثا بأي برهن مجددا، عبثا أدس الشمس في كف المنى وأهدهد الحلم الندي لتسعدا. فبأي برهنة أخذتم الشاعر خبرا يقينا ولم يصادف هدهدا؟ أتريد برهانا ولست بيوسف؟ ليس الغواية في دمي، فامدد يدا وانثر على شبات روحي لهفة تفديك نبضاتي ومثلك يفتدى. ومثل هذا النص أكيد يؤسس إلى الفداء العذب والجميل، ألا وهو فداء العمل من أجل الآخر، حب الناس، فتح اليد بالخير ومدها للجميع، بحيث يصبح العالم خاليا من الدخان ورائحة البارود. أستاذة خديجة، ما المطلوب اليوم من أجل بناء الإنسان في أوطاننا المتعبة، وإن شئت قولي في أوطاننا المتعبة؟ كلاهما. تفضل. في أوطان متعبة وأوطان تتعبنا متعبة. أولا أشكرك على هذا السؤال أستاذي، لأنه مرتبط بتردي الجانب الإنساني في عالمنا المعاصر ككل وليس في الأوطان العربية فقط. تردي الجانب الإنساني والأخلاقي والجمالي وربما أقول حتى المعرفي، الجانب نعم. المعرفي يعيش الآن ترديا ولا شك في ذلك، صحيح. نعم، وأعتقد أن أهم ما يمكن أن تفعله شعوبنا العربية من أجل أن تقوم ببناء الإنسان المنتج هو التعليم، وأنا أشتغل في حقل التعليم وأعي ماذا أقول. لا بد من شعوبنا العربية أن تهتم بتعليم الأجيال تعليما يرقى إلى مستوى يتطلبه مجتمع المعرفة المعاصرة حاليا. نحن بحاجة إلى معرفة علمية على الأقل لتسد الفجوة الموجودة بين مجتمعاتنا العربية ومجتمعات الغربية التي سبقتنا بأشواط. طبعا نحن أيضا بحاجة إلى تربية أخلاقية وجمالية معضودة بالتربية الفنية، وهنا يأتي دور الشعر، هنا يأتي دور الشعر والفنون كلها بما فيها المسرح والرسم وغيرها من أجل بناء الجانب النفسي. نحن قلنا الجانب المعرفي، ثم الآن نحتاج إلى بناء الجانب النفسي للإنسان، ومن هنا لكي نخلق عقلا سليما نخلق أيضا إنسان سوي نفسيا. ولا بد للمجتمع
حينها أن يدفع بالجانب الاجتماعي والجسدي للاهتمام بصحة الجسد. من هنا فقط نستطيع أن نبني إنساناً قادراً على جعل المجتمعات العربية تتخلى أو على الأقل تشفى من أمراضها كالفقر والأمية وتصدها التشتت أو تضع التشتت الذي نعيشه الآن في مجتمعاتنا العربية. نعم، ما وصلني من إجابتك أستاذة خديجة أنك تسعين إلى تعزيز مثل هذه القيم، لا تأسيسها، لأنها هي مؤسسة وموجودة، ربما لا تكون موجودة بالقدر الذي نطمح إليه، ولكن أنت تتحدثين عن فكرة تزويدها، تربيتها بزيادة، جعلها أكثر انتشاراً، توسعتها، أليس كذلك؟ عموماً أنا أتحدث عن الأسس التي تبني شخصاً سليماً لينهض المجتمع وينهض بالأمة. ربما يقول لك أحدهم أنت بهذا تتهمين المجتمعات بأنها خالية مثلا من هذه القيم التي تبحثين عنها، ربما كانت موجودة ولكن ليس بالحجم والشكل المأمول. القيم لا تنقطع والخير لا ينقطع في أمتنا أستاذ مصطفى. نعم. ولكن نريد أن ننهج النهج السليم، نحن نشتغل في حقل التعليم والتربية ونرى كيف أن هذا الحقل بالضبط أصبح مترديا، أصبح يعني يعيش مرضا عاهات. لذلك نريد أن نعلم هذا الجيل الناشئ تعليما سليما، بناء المعرفة، كلام سليم نفسي، ومن هنا سيجد المجتمع نفسه يعني محاصرا لكي يهتم بالجانب الجسدي بالجانب الاجتماعي. هنا نحصل على شخص قادر على البناء والتغيير والسير بالأمة. نعم. ما رأيك بتجربة أو ما رأيك بشعرية نزار قباني على المستوى الوطني وعلى مستوى حث النفوس على الذهاب نحو حلم الحرية وتحقيقه؟ نعم. نزار قباني شاعرا، ما رأيك؟ نعم. نزار قباني شاعرا، أنا أعشق تجربته الشعرية كثيرا وأراه يعني أسطورة في الشعر. نعم. تعجبني كثيرا أشعاره في كل الموضوعات، ولا أحب أن أسميه شاعر المرأة. نعم. فهو شاعر الحرية والقيم، كل القيم، شاعر الحرية، شاعر الوطن، مهووس مسكون حب الوطن. نعم. تجربة جميلة جدا تجربة نزار قباني. نعم. وكما تفضلت ربما كان هناك الكثير ممن يعني ينحون المنحى الذي اتجهت إليه ويرون أن نزار قباني ولا شك أسطورة، والأساطير كثيرة أيضا، والتجارب التي يعتز ويعتد بها في منطقتنا العربية كثيرة، الأساطير دروس أيضا، ومن هذه الدروس هناك درس في حقوق الإنسان، هي قصيدة لنزار قباني سنتابعها أنا وأنت الآن، ما رأيك؟ أكيد، تفضل أستاذ. إذن مشاهدينا الكرام نخرج لمتابعة هذه القصيدة، بعدها نواصل مع ضيفتنا، ابقوا معنا. أوراقنا مريبة، أفكارنا غريبة، فلا الذين يشربون النفط يعرفوننا، ولا الذين يشربون الدمع والشقاء، معتقلون داخل النص الذي يكتبه حكامنا، معتقلون داخل الدين كما فسره إمامنا، معتقلون داخل الحزن وأحلى ما بنا أحزاننا، مراقبون نحن في المقهى وفي البيت وفي أرحام أمهاتنا، حيث تلفتنا وجدنا المخبر السري في انتظارنا، يشرب من قهوتنا، ينام في فراشنا، يعبث في بريدنا، ينكش في أوراقنا، يدخل من أنوفنا، يخرج من سعالنا، لساننا مقطوع ورأسنا مقطوع وخبزنا مبلل بالخوف والدموع. إذا تظلمنا إلى حام الحمى قيل لنا ممنوع، وإن تضرعنا إلى رب السماء
قيل لنا ممنوع، وإن هتفنا يا رسول الله كن في عوننا، يعطوننا تأشيرة من غير ما رجوع، وإن طلبنا قلما لنكتب القصيدة الأخيرة أو نكتب الوصية الأخيرة قبيل أن نموت شنقا غيروا الموضوع. يا وطني المصلوب فوق حائط الكراهية، يا كرة النار التي تسير نحو الهاوية، لا أحد من مضر أو من بني ثقيف أعطى لهذا الوطن الغارق بالنزيف زجاجة من دمه أو بوله الشريف. لا أحد على امتداد هذه العباءة المرقعة أهداك يوما معطفا أو قبعة. يا وطن المكسور مثل عشبة الخريف، مقتلعون نحن كالأشجار من مكاننا، مهجرون من أمانينا وذكرياتنا، عيوننا تخاف من أهدابنا، شفاهنا تخاف من أصواتنا، حكامنا آلهة يجري الدم الأزرق في عروقهم، ونحن نسل الجارية، لا سادة الحجاز يعرفوننا، ولا رعاع البادية، ولا أبو الطيب يستضيفنا، ولا أبو العتاهية. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا لمن التحق بنا في هذه اللحظات. معنا عبر سكايب من المغرب العربي الأستاذة الشاعرة خديجة السعيدي. أهلا وسهلا بك أستاذة خديجة مرة أخرى، وقبل الأسئلة نريد قصيدة، ولكن لعل إلقائك في هذه المرة يكون أكثر همة وحماسة، تفضلي. حاضر أستاذ. هو الإلقاء في الحقيقة إما أن يقتل القصيدة وإما أن يحييها، ومن المؤكد أن إلقائك سيحيي قصيدتك ويسعد الكثير من المشاهدين، دعيهم يحكمون أو يحكمون بشكل عملي، تفضل. هي تلوينات على بحر البسيط. نعم. يقول غاستون باشلار: الحلم هو الترياق الأولي لكل من يخشى على ذاته التلاشي، تغفين من أيقظ الأحلام، من نبش مس أصاب شفاه القلب فارتعشا، أتى هسيسا تجلى هادئا قلقا دست صدى في الخوافي صاخبا ومشى. لعلك ترفعين صوتك قليلا فقط، تفضلي أكملي، أو لك أن تعيدي، لك ما تحبين. حاضر. تغفين من أيقظ الأحلام، من نبش مس أصاب شفاه القلب فارتعشا، أتى هسيسا تجلى هادئا قلقا دس الصدى في الخوافي صاخبا ومشى. الروح وجبته، الروح وجبته يقتاتها نهما، والدمع كأس أجاج زاده عطشا، لما سرى في رياض القلب واغترفت منه العيون بأسرار الجمال وشا، تنزل الضوء من قلب السماء هما، مدت يداه لهمس العاشقين رشا. الدهشة البكر، الدهشة البكر أوحت لي بقافية أرخى لها سمعه التأويل، فانتعشا في جذوة الليل شيعت المنى، هجرت عش الفؤاد فبات الحلم منكمشا، يغشاه منطق فنجان إذا يبست في راحتيه عروق البن ما رمشا، حتى استحالت غبار الوقت أمنية في عينها نجمة
لم تحتوي الغبشة، حتى استحالت. حتى استحالت غبار الوقت أمنية في عينها نجمة لم تحتوي الغبشة. جميل. يقال، التلوين الثاني، يقال للمرء في الميزان ما حرث. يقال للمرء في الميزان. يقال للمرء في الميزان ما حرث، فهل لساق المنى أن يقطف العبث؟ لا والله. كم زنبقا في مجازاتي أخبئه، هل فاح من عبق الأوزان منبعثا؟ مرت على أعين الوجدان أخيلة، وليس غير ابتسام الغائبين جثا. كأسي يقين وشك، كأسي يقين وشك، بعض أسئلتي، فكري، وجودي، ووعي يملأ الثلثا. وعي الذي عتق الأنوار في لغتي، لولاه من بثق المعنى وما لبث. وقد كان بايع اللاوعي، وقد كان بايع اللاوعي في حلمي كي يستعيد الأسى، لكنه نكث. شكوت للنور، شكوت للنور، هذه الروح ضامئة، هل شف معناك للظمآن إذ بحث؟ هل شف معناك للظمآن إذ بحث؟ وشكرا. نص جميل وإلقاء أفضل. الأفضل فوك أستاذة خديجة. دعينا مجددا نعود إلى الأسئلة، ولكن الآن في عمق التجربة الشعرية الخاصة بك. على المستوى الذاتي، إلى أين تأخذك القصيدة أستاذة خديجة حين يكون موضوعها إنسانيا ومؤلما؟ ما هو أكثر ما يحفزك على الكتابة أحيانا؟ تفضلي. هذه الجدلية، جدلية الألم والأمل، هي جدلية تسكن الشعر والشاعر بصفة عامة. نعم. أنا في أول ديوان نشرته كان عنوانه شاقتان. عنوان جميل ولافت. جيد. نعم شكرا. جزءه الأول كان شهقة، كان شهقة بعنوان دمعة. نعم. وهناك حاولت أن أجمع بعض القصائد التي تلونها أو يلونها السواد. وجزءه الثاني كانت شهقة بسمة. نعم. دمعة بسمة، هي شهقتان. حاولت أن أجمع في الجزء الثاني قصائد الفرح، ولكنني فشلت. ما سر هذه التركيبة العجيبة التي كونت الشهقتين؟ هي الحياة، هي الحياة دائما طائر بين جناحي الأمل والألم، بين الحزن والفرح، وهي تجارب خاصة حاولت أن أراها أو أن أحولها إلى رؤى كونية، ربما أخرجتها من الذاتية. نعم. عندما تتعارض رؤية القصيدة الإنسانية والواقع المؤلم، فإنني ألجأ إلى بناء عالم آخر، عالم بديل. هذا العالم يمكن أن أسميه عالما ممكنا، بديلا للعالم الكائن، كما قال أرسطو في كتاب فن الشعر، العالم الممكن والعالم الكائن الذي نعيشه. والشاعر دائما أستاذ يحاول أن يواجه الألم بالأمل. نعم. أو يواجه الألم بالحلم، هذا الحلم. صحيح. الذي يسكن كل شاعر ويوسع أفقه ويحاول أن يدفعه للكتابة، على الرغم من أن الواقع المرير في الغالب ما يقوم بصد هذه الأحلام لا يسمح لها بالتحقق، ولكن الشاعر دائما البحث، دائما الظمأ، يبحث ويحاول أن يحقق هذه الأحلام وإن على مستوى الكتابة فقط. وهذا ما يحيلني إلى الجزء الثاني من سؤالك، ما الذي يحفزني على الكتابة يا أستاذ؟ هو الحلم، هو ذاك الحلم ذاته، الحلم بواقع أجمل وأنبل. وأعتقد أن مؤسسة الشعراء تكمن في كونهم ينظرون إلى الأشياء
نظرة مخالفة لما كيف يراه الناس عموما، نظرة مخالفة، وأيضا قد يغوصون في عمق الأشياء فيكتشفون أشياء خفية خفيت عن الناس العامة أو الناس بصفة عامة، وهذه هي مأساة الشاعر بصفة عامة. كلام سليم، وربما يذهب مذهبك كثير من السادة المستمعين وكثير من المثقفين أيضا يقاسمونك الرأي ذاته. أكملي. نعم، فقلت على الأقل إن لم يستطع الشاعر أن يحقق هذا الحلم في الواقع وهو مأمله الكبير، فيمكنه أن يحققه على مستوى القصيدة فيبني عالمه الخيالي هذا ويحاول أن يرسخ أسسه داخل القصيدة وفي تجربته الشعرية. جميل أستاذة خديجة، بعد هذه الإجابة قبل أن نذهب إلى الشعر مجددا لابد أن نخرج إلى فاصل الآن. عموما مشاهدينا الكرام دعونا الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. نجدد الترحاب بكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة من بيت القصيد. قبل الفاصل كان الحديث عن حوافز الكتابة عند الشاعر. معنا عبر سكايب من المغرب العربي تحديدا من مدينة فاس الشاعرة خديجة السعيدي. حياكم الله أستاذة خديجة، وقبل الذهاب إلى نقاش من لون مختلف دعينا نعود إلى الشعر وكلنا شوق إلى حماسة إلقائك من جديد، تفضلي. شكرا. تجليات. تفضل. طرفي يجاوز موج الوعي، يتسع يغوص في شكوة الإدراك لا يدع. طرفي يجاوز موج الوعي، يتسع يغوص في شكوة الإدراك لا يدع. صوت ادعاء التملي في تقيته يكذب الآه جهرا حين يندفع صمتي. صمتي أنين الصدى من ثقب ذاكرتي أتى ليحصي خسارات لها وجع. إن بحت أعثر في أثواب قافيتي ما زلت أنثف أوزانا لمن دمعوا همسي. همسي يناغي المجازات التي لمعت يطوي بأخبية التأويل. يستمع الهمس متكأ الأرواح، الهمس متكأ الأرواح يحضنها يسقي الرؤى لغة العشاق. إن خشعوا وكلما ذبلت أرواحهم شربوا ماء المجاز ترى معناه يلتمع. الله الله، هذا الشعور، هذا الشعور إذا شذبته نبتت به غصون معان زانها الورع قلبي. هذا الشعور إذا شذبته مرة ثانية، تفضلي. هذا الشعور إذا شذبته نبتت به غصون معان زانها الورع قلبي. تعبأ بالأزهار، قلبي تعبأ بالأزهار شب وإن شاخت تجاعيد عمر شيبه بدع. روحي روحي على الغيم تمشي نحو وجهتها لسدرة النور حيث الحب يلتمع. شكراً. ما شاء الله عليك أستاذة خديجة. هناك من ربما يتجنى أو يتهم
أهل بلاد المغرب العربي الكبير ككل باتهام يقول أنتم أفضل بالسرد منه عن الشعر، ما تعليقك على ذلك؟ طبعا هذا الشخص ليس مصطفى مطر، إنما أنا أنقل رواية لأحد النقاد ولا أريد أن أسميه، تفضلي. ربما يكون صائبا، وربما الشعر في المغرب العربي يعيش صحوة وعلى جودة عالية، والدليل منتج شعري مغاير لما كان في السابق للمنتج الشعري. يعني هناك حداثة وهناك صحوة وهناك، وأنت تعرف أستاذ الجوائز التي يحصدها المغاربة في الفترات المتأخرة وسرديا أيضا، والسرد أيضا، السرد عندنا في المغرب يعني على مستوى رفيع جدا، الرواية متألقة والقصة القصيرة والنقد أيضا. أستاذ أضيفك لهذه المعلومة، النقد أيضا يعني يعيش صحوة في المغرب، كل الفنون الإبداعية تعيش بين الشعر والسرد. لا شك في ذلك. طيب بعيدا عن شعراء المغرب، قريبا من واقعك وذاتيتك الشعرية الخاصة، دعينا نذهب إلى سؤال جديد. إلى أين يمضي بك القلم حين تأسرك مثلا فكرة عصية؟ كيف تتصرفين؟ هذا السؤال يحيلني على قصيدة كتبتها وأنا في نفس هذه الحالة. وأنا تومض الفكرة بذهني ولكن الحافز لا يسعفني على الكتابة. ونحن نعرف بأن الإبداع يرتبط بالحوافز النفسية أستاذ. صحيح. وقديما قد ربطوه بالرهبة والرغبة والطرب والغضب، أظن كلام سليم، هو ابن قتيبة، أظنه ابن قتيبة. وقال الفرزدق فيما يحكى عنه أنه تمر عليه أوقات يكون فيه خلع درس أهون من كتابة بيت واحد، والدلائل كثيرة على أن الشعر يستعصي أحيانا. فزهير بن أبي سلمى كان ينتج قصيدة واحدة في سنة كاملة وهو ينقح، وكانت تسمى الحوليات. صحيح. هذا موجود. حين يغيب الحافز وتحضر الفكرة يستعصي الإبداع تماما، لا تستطيع. لذلك فالأفضل أن يترك الشاعر هذه الفكرة تختمر وتنمو. وهذا ما أفعله شخصيا، أترك الفكرة تختمر وتنمو، وربما ألجأ إلى قراءات بعيدة عن الموضوع، أتركه على راحته إلى أن يأتيني وتأتيني إشراقاته في أي وقت. تصرف ذكي. الليل ربما فجرا ربما، المهم أن يخطف من تأتي إشراقاته. هي حالة حائرة أو محيرة لكنك تتصرفين معها بشكل ذكي. أستاذة خديجة، ما رأيك أن تطلعين على أو تسمعيننا قصيدة جديدة من هذه القصائد التي يعني تدللت إلى أن وصلت؟ هي في نفس الموضوع، حينما تدللت القصيدة كتبت عنها أقول، تفضل. عنوان مواسم الشعر. مواسم الشعر، دع الشعر، دع الشعر تستجديك رشفا مناهله، وساجل الشذ الإحساسي حين يساجله. مجددا من جديد. دع الشعر تستجديك رشفا مناهله، وساجل الشذ الإحساسي حين يساجله. فلا وهج أبيات يطال بقبضة، ولا الوزن خفاق بما أنت حامله. ففي الصدر نار، في العيون منابع، تخط الوصايا فوق خد تعاجله. هواها عصي، هواها عصي لا يداني مدادا، وإن في جهات الروح طابت منازله. جميل. فلا تحرق الرهيف، فلا تحرق الحرف الرهيف بناره، إذا ما القوافي حصنتها معاقله. فيبقى بشط الحرف مدا ممانعا،
وتبقى كموج البحر جزرا تنازله. سيبقى بشط الحرق مجددا. سيبقى بشط الحرف مدا ممانعا، وتبقى كموج البحر جزلا تنازله، جزرا تنازله. جميل. فدعه سيجتاح الخوافي هديره، ويشتاق معناك فتأتي رسائله. فدعه مجددا. فدعه سيجتاح الخوافي هديره، ويشتاق معناك فتأتي رسائله، ويأتيك طوعا بالمعاني، ويأتيك طوعا بالمعاني تحفه كغيداء صدت عن وداد تغازله، فتهديه سرا من شعور وحكمة، ويجريك بحرا والأماني سواحله. إذا لم تصد في القول حرفا مغردا، فناغص صدى تجزيك سرا عنازله. فمعناك زهر، معناك زهر إن سقيت رحيقه، وشوق إذا ما الوجد جفت جدائله. فكم عابت الأذواق نظم تكلف، وكم كلل الصمت وأكرم غازله، وكم حمرة في وجنة الصمت أينعت، وكم جمرة قد حاز قول وقائله. فرب قصيد يهرق الوهم في الدنا بساح الونا صبت سرابا أنامله، ورب عصي اللحن يعزف نغمة على نبض حقل تجتبيه سنازله. لعلك تعيدين البيت الأخير لو سمحتي مرة أخرى. عصي اللحن، ورب عصي اللحن يعزف نغمة على نبض حقل تجتبيه سنازله. أفض فوك أستاذة خديجة، وأنعم بالعربية من حقل يجمعنا. إلى سؤال جديد في زمن التغريب وتهديد الهوية، ما المطلوب من أجل حماية اللغة التي ننتمي إليها جميعا، لغتنا العربية؟ نعم، هذا السؤال ليس ذا شجن واحد، بل هو ذو شجون كثيرة. حماية اللغة العربية كثيرة هي الشعارات التي ترفع هنا وهناك، والجمعيات التي تؤسس لحماية اللغة العربية. ولكن هو السبيل السليم لحماية هذه اللغة أستاذي؟ من وجهة نظري البسيطة أرى أن السبيل الأسلم أن نعود بها إلى منابعها الصافية، إلى القرآن الكريم، إلى الحكمة النبوية، إلى الشعر العربي الأصيل. ألم يقل أن الشعر ديوانا للعرب؟ نعم، قيل إن الشعر ديوان العرب. يعني أنت ترين أن الحل يبدأ بالعودة إلى ما بدأه القدماء والسابقون. هذا جزء من الحل. تفضل أكملي. يعني هذا حل بدأ نبدأ به. والحل العملي الحقيقي أستاذي هو أن نجعل اللغة العربية لغة المعرفة، لغة العلم والمعرفة. فعندما كان العرب يستعملون اللغة العربية كلغة للمعرفة، ماذا أنتجوا؟ أنتجوا علما غزيرا في كل المجالات، في مجال الطب، الفيزياء، الشعر، الأدب، المسرح، الفنون كلها. ثم أنتجوا لنا شخصيات كبيرة جدا، الفارابي، ابن سينا، ابن زهر، شخصيات في القرون الوسطى، حيث كانت اللغة العربية لغة العلم والمعرفة. وبالتالي فإن حماية اللغة العربية ليست بالشعارات الطوباوية، وليست بتأسيس تنظيمات هنا أو هناك، إنما بجعلها لغة العلم والمعرفة أولا وأخيرا، بجعلها فاعلة. نعم. في زمن العلماء. خلاصة، لعلك تصفين الآن وتشرحين لنا دور الشعر الريادي انطلاقا من تجربتك الخاصة وإيمانك الخاص. كيف ترين دور الشعر؟ نعم. ما المطلوب من الشعر؟ مرتبط، ما الذي تؤمنين به أنه مطلوب من الشاعر؟ هي مسألة الريادة أولاً أستاذي مسألة نسبية. نعم. ويعني كحشو مسألة نسبية بالنسبة لي في الشعر خاصة، وأعتقد أن كبار الشعراء لم ينطلقوا من فكرة الريادة. أنت حينما تكتب الشعر، هل تكتبه لتكون رائداً للشعر العربي؟ طبعاً لا، أنت تكتب الشعر بما تحمل من أحلام لنفسك ولمحيطك ولمجتمعك ولأمتك. نعم.
ثم الريادة تأتي مع القراءات والنقد، ومن المتلقي، المتلقي هو الذي يجعله رائدا أو يجعل الشاعر رائدا أم غير رائد. والدليل عندنا مثلا في الشعر العربي القديم، لم يكن ابن الرومي أو بشار بن برد رائدا في عصره، إنما أنصفه النقد لاحقا، لاحقا والقراءات النقدية التي انتقدت الشعر، شعر بشار بن برد، في حين أن المتنبي والبحثري وابن تمام اعترف بهم رواد في عصرهم. يعني مسألة الريادة هي مسألة نسبية. أيضا لا. في فرنسا الشاعر شارل بودلير لم يكن معروفا ولم يكن رائدا في عصره حتى مات، وأتى النقد والقراءات فاعتبروه شاعر فرنسا الأول. شارل بودلير مشهور جدا بشعره الجميل جدا. كما أقول بأن دور الشاعر الريادي يكمن أولا في أن يكون قدوة لغيره، أن يكون الشاعر قدوة للآخر، أن يتمثل ما يكتبه من قيم ومن وغير ذلك يتمثلها في نفسه أولا. نعم. ثم دوره مسجد على جراح المقلومين، أن تمسد على جراح الموجوعين المقلومين بمنديل البيان الذي أعطاك الله ووهبك إياه، ثم أن تشعل بريق الأمل في عيون الحيارة، أن تسرج بمصباح النبوءات دروب الغافلين أو دروب التائهين. نعم. تسرج بهذا المصباح الذي وهبك الله إياه، ثم أن ربما يستثمر تجاربه كما نفعل، نستثمر تجاربنا الخاصة ونحولها من ضيق الرؤية إلى رؤية كونية يستفيد منها الجميع، ننفع بها وننتفع. ربما هذه أدوار بسيطة جدا للشاعر الريادي إن صرح عليه. جميلة، معالم جميلة ومعايير أجمل. ربما مر الوقت سريعا ونحن الآن بحاجة إلى سماع قصيدتك الأخيرة في ختام هذه الحلقة. ما القصيدة التي تريدينها مسك ختام؟ تفضلي أستاذة خديجة، لك الكلمة. حقي لا أريد أن أقرأ قصيدتي الأخيرة، ولكنني نقصد الأخيرة في هذه الحلقة. نتمنى لك دوام الصحة والعافية والعمر المديد والطويل إن شاء الله. داري. إلى قصيدتك الجديدة لا الأخيرة. تفضلي. سأختم بقصيدة أصافح بها أرواحكم وأصافح بها وطني أيضا، وكنت قد قرأت جزءا منها والآن سأقرأها كاملة. ليتك ترفعين صوتك قليلا فقط أثناء القراءة. حاضر. تفضلي. بهجة الحقب. نعم. مري على مجمع البحرين وانسكبي يا ثورة النور في الأشعار والخطب. مري من جديد. مري على مجمع البحرين وانسكبي يا ثورة النور في الأشعار والخطب. زفي شموس القوافي للجنان هنا حيث المدائن جدلى مثل قلب صبي. في مغرب الحب طفل الأمنيات نما فأشرق الحب وردا من دم عربي. يا لائمي في الهوى، يا لائمي في الهوى سائل لهيب دمي كيف اختفى في منبتي سببي. سائل شموخ جبال الريف كيف علت شمس الحضارة من جفنيه لم تغبي. وكيف جلى سنى الإسلام قرطبة إذ طارق يمهر الأفلاك للهب. وكيف خطت فلول المجد ملحمة ذاق العدا من لباها خيبة الطلب من فاس، من فاس والجامع المعمور قد عبرت بيض المعارف من علم ومن أدب. مراكش الحمراء، مراكش الحمراء قد دست مآذنها شمس الكرامة في التاريخ والكتب. فالمجد رابط على الأعتاب، فالمجد رابط في الأعتاب يحضنها والشعر رصعها بالحبر من ذهبي. لو تسألوني
لو تسألوني عن الرايات قلت دم زف الشهيد وخضراء من الشهب، أو تسألوني عن الأنهار قلت فم صب اللجين من الآفاق في الشعب، أو تسألوني عن الصحراء قلت ندى يسيل منه حل الواحات في الرطب، عن القلوب بحضن الحب سجدتها، الحلم في دمها طفل بلا تعب، تاريخ مجدي نما في سفر ذاكرة قد أزهرت في رباها بهجة الحقب، تشيد للعرب فخرا فوق مئذنة ترتل الحب آيات على السحب، دام هذا الترتيل العذبة، الترتيل الذي يؤسس إلى قادم أجمل ويتشوف المستقبل بأعين آملة، هل ثم رسالة موجهة منك إلى بلاد الرافدين مثلا؟ ماذا يمكن أن تقولي؟ أعي أنه سؤال مفاجئ. بلاد الرافدين، تفضل. يعني تذكر بلاد الرافدين، تذكر معها الحضارات والأمجاد، أمجاد وبطولات العرب عموما. نعم، الحضارات السومرية والبابلية وغيرها من الحضارات، فبابل منها تفرقت اللغات أو تبلبلت كما يحكى في التاريخ، ويكفينا أن نذكر مدنا كالبصرة والكوفة وبغداد. أحسنت. يعني تهتز القلوب، وغيرها من المدن التي كانت موطنا للعلماء والمفكرين والأدباء والشعر. نعم. يكفي بلاد الرافدين فخرا أن الحداثة الشعرية انطلقت منها على يد نازك الملائكة وبدر شاكر السياب. بدر شاكر السياب ومعروف الرصافي ونازك الملائكة وغيرهم من النجوم والأعلام العراقية والعربية ولا شك. الآن كلمة بحق المغرب، بلدك الذي تحبين، لا يغيب عن بالنا المغرب أيضا، ماذا تقولين في الختام؟ للمغرب أقول أنني أفتخر بانتمائي لهذا الوطن الذي شكل كيميائي العاطفي والشعري والجسدي وغيره، فأنا أفتخر أنني أنتمي إلى بلد منفتح، بلد الحضارات وحوار الشعوب ونبذ الخلافات، والدليل أننا في المغرب أجناس مختلفة وثقافات متنوعة، ولكنها ذابت وانصهرت في بوتقة واحدة حرارة الإسلام واللغة العربية، فأصبحنا جميعا مغاربة لا نفرق بين العربي والأمازيغي، وأنا أمي عربية ووالدي أمازيغي، ولكن هذه الأمور ذابت في مجتمع ثقافته عربية إسلامية أولا وأخيرا. شكرا جزيلا لك أستاذة خديجة سعيدي من المغرب، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. عموما أستاذة خديجة، إن كنت تسمعينني؟ نعم أسمع. أقول لك وصلنا إلى الختام، نتمنى أن يكون هناك فرص قادمة وأفضل حتى نلتقيكم على خير بإذن الله. مشاهدينا الكرام، الآن يعني ظل أن نشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله سيتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد في الأسبوع المقبل، وحتى ذلك المواد لكم مني أطلب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.